كل يوم قبل المدفع مع مي الشفعي. الشركات الخاصة ولمتوا ضرمي، عملتوا ايه بقى؟ نظفنا الشوارع ودهنا الارصف ونظفنا الجال، كمان سكنين نزلوا معانا يوم ما كنا بنشتغل، واهالي شافتنا من الشبابيك ونزلت معانا برضه، والناس محافظه على النظافه. الحقيقه انا شايفه القريه نظيفه لحد دلوقتي، اه يعني الموضوع عدى عليه فتره والناس ملتزمه، البراميل موجوده مسلسلينها برضه وبيحافظوا عليها جدا، وتعاون كتير من ناس كتير برضه. فريده أيوة. انت عندك كام سنه يا فريد؟ 25 سنة. انت بتشتغلي حاجة ولا هو ده العمل التطوعي؟ لا انا اخصائية تخاطب. اخصائية تخاطب، جميل جدا. يعني طبعا جميل جدا. ومعنا احد الشباب ايضا هيقول لنا الشباب والشابات وعملوا ايه علشان كمان تنظيف جوانب الترعة، وعلشان كده يا جماعة احنا الحمد لله يعني واقفين في الجسر ده، فالمية ماشية بسهولة عشان توصل للاراضي الزراعيه. اتعرف عليك ابراهيم العيد المدرس. يلا يا ابراهيم قول لنا بقى كشاب كده عملتوا ايه بقى الشباب؟ يلا جبنا ماشي مع حضرتك، احنا جبنا 14 شاب ماشي حضرتك. قعدنا حوالي 15 يوم على الترعه ديت، عملوا نظافه للحشايش ونظفوا الشجر الفروع اللي في الارضيات والفروع اللي على جانب الطريق، وعشان المايه تمشي بسرعه يعني لان المايه كان فيها طبعا اعاقه جامده بسبب الاشجار والحد مني. قعدنا حضرتك 14 يوم على الترعه وده كله من اجل مصر. طبعا من اجل مصر حضرتك والشباب ما خدوش ولا مليم. طبعا ده جميل، ده طبعا عمل تطوعي من في القريه، لكن ازاي يعني طبعا المنظر هو ابراهيم يوضح الصوره. لا انا عايز انقل لكم بقى ابراهيم سامعني يا ابراهيم؟ سامعني يا ابراهيم؟ حضرتك ماشي. حضرتك طيب. بعد ما نظفته لمده 14 يوم، الاهالي الاهالي حضرتك ملتزمين بالنظافه ديت ولا عادت المايه المجاريها تاني؟ لا حضرتك ملتزمين، حضرتك ملتزمين وفي وعي، حضرتك ملتزمين وفي وعي. طيب ابراهيم خطتكم ايه في المرحله الجايه وناويين تعملوا ايه؟ يعني اكيد في مناطق اخرى محتاجه الى تنظيف وصيانه، هل هتقوموا بيها ولا ايه بالضبط؟ نشر الوعي على الفلاحين طبعا، عدم القلق مما في الترعه، وطبعا اي اشجار بتعوق مجرى الماء تنشال، وطبعا الحشائش، ونشر الوعي. جميل جدا. يعني مشروع طبعا مشروع البراميل ده وتوزيعها طبعا بيساعد الناس، بيديلهم بديل لانه مش المفروض يرموا في الترعه. والحقيقه يعني زملائي في الاستوديو ومستمعينا، هو رابطه مستخدمي المياه هنا في القريه كان ليها دور كبير قوي في المساعده في هذه المساله، ويمكن معانا دلوقتي الحاج حامد الجزار. يعني هل الوقت يسمح نبتدي معاه دلوقتي الحاج حامد رئيس الرابطه؟ استاذه لميس. ايوه معاك يا فندم. نبتدي. طيب يا حاج حامد، اولا ايه الجهود اللي عملتوها من خلال اداره التوجيه المائي في وزاره الري مع الرابطه علشان حل مشكلات وصول الميه لكل الفلاحين ما تبقاش في مشاكل؟ وحقيقه انا عايز اقول لكم ان الحاج حامد لسه راجع من اليابان، لانه تم ترشيحه لان هو يذهب في يعني زياره هناك ويتعرف على التجربه اليابانيه، هيحكي لنا عنها في الجزء الثاني. لكن دلوقتي عايزين نعرف عملتوا ايه عشان الميه توصل للناس كلها ويتم تنظيف كل جوانب السرعه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج حامد، اتفضل حضرتك. طبعا عملنا مع انا حامد الجزار رئيس رابطه منتفع مياه الري لفرقه سوبرا بلولا. اهلا وسهلا. احنا عملنا بالاشتراك مع التوجيه المائي ووزاره الري والحكم المحلي، عملنا حملات توعيه للناس عشان ما ترميش الكمامه في الترع، نظفنا جسور الترع، عملنا تسويه للجسور، عملنا جدوله للميه على الترع عشان نوصل الميه للنهايات، عملنا بالاشتراك مع وزاره الري عملنا 9 فتحات بتحكم في 9 مسائي ما كانش فيهم تحكم نهائي في الميه، خلت الميه وصلت للنهايات وبدات النهايات تشرب زيها زي بدايه الترع. كمان كان في جهد موضوع زراعه الرز، يعني الحقيقه احنا عايزين نعزل المساحات، واحيانا في مناطق لابد ان نتوقف عن زراعه الرز فيها لانه شره للميه. عملتوا ايه في الموضوع ده واقنعتوا الفلاحين؟ اقنعنا الفلاحين. كان عندنا الحفظ الاولاني الارض، طبيعه الارض فيه ارض رمليه وكانوا بيزرعوا رز،
اقلعناهم تماما دلوقتي بعدم زراعه الرز، وتماما ما فيش رز هناك، بدليل ان احنا عندنا 2000 فدان ما فيهمش مخالفه، يمكن 50 فدان رز مخالف مش اكتر من كده. طيب مي استسمحك يا مي ان احنا نعود مره اخرى للحاج حامد الجزار وموضوع الرز والفلاحين، وايضا زيارته الى اليابان عشان نعرف مزيد من تفاصيل عنها. ان شاء الله. طيب في الجزء الثاني مستنيينكم اخبار كثيره، واحنا مع الفلاحين، الفلاح المصري الفصيح الاصيل اللي فعلا بيحب مصر وبيخاف عليه. ان شاء الله يا مي، ان شاء الله. خلاص مستنيينكم، مع السلامه. شفاي وقبل المدفع هي معانا دلوقتي على الهواء. الو، اهلا بيكي. اهلا بيكم زملائي وزميلاتي وكل في الاستوديو وعد واغلى مستمعين، واحنا بنكمل لقاءاتنا في قريه شبرا بلولو بمركز قطول في محافظه الغربيه، وبنتعرف على التجربه الرائعه اللي عاملها اهالي القريه والشباب طول ما انتم ماشيين. الحقيقه عايز اقول لكم ان الارصفه جوه القريه متلونه، الزهور موجوده، الاشجار جميله، والزهور قدام المحلات، والشباب عامل البراميل الجميله اللي مكتوب عليها ابدا بنفسك من اجل حب الوطن، يعني حاجه رائعه جدا زي ما عرفنا. لكن احنا كمان زي ما بدانا مع الحاج حامد الجزار وهو رئيس رابطه مستخدمي المياه، وحكينا زي يمكن سامعين لميسو وزملائي سامعين دلوقتي صوت مكنة المية، طبعا ربنا يديمها نعمة يا رب، المية طالعة متدفقة، لان طبعا لما هم نضفوا السرعة نفسها المية في سهولة، صح كده يا حاج؟ في سهولة في مرور المياه في السرعة، وما فيش حشائش بتيجي على مصافي المكان، عشان كده المكان بيطلع كميه ميه كتير. يعني احنا قلنا للمستمعين بقى عن المنحه الجميله اللي تم يعني التوجيه المائي رشحها في انك تروح اليابان وتشوف التجربه اليابانيه. احكي لنا كده سريعا، شفت ايه في اليابان واحنا نعلمهم ايه وهم يعلمونا ايه في الزراعه بسرعه، والفلاح الياباني بيعمل ايه؟ هو الفلاح المصري بالتاكيد عنده طاقه يعمل قد الفلاح الياباني 10 مرات، بس هم عندهم امكانيات اعلى من الامكانيات اللي عندنا. ولذلك احنا بنقول ان هم يعني متقدمين او متطورين شويه في الري عشان المعدات اللي عندهم. التكنولوجيا اللي عندهم. لكن احنا بنزرع انتاج الفدان عندنا اكثر من انتاج الفدان عندهم. هم بيعملوا ايه؟ شفت روابط مستخدمي المياه اصبحت بتشكل زي يعني مخزن للحاصلات الزراعيه اللي تقدر تبيعها للدوله. ولدرجه انها بدات هي اللي بتسوق وبتبيع للدوله دلوقتي. حسنت من خواص المحاصيل نفسها الموجوده، الذره، الرز، الفواكه، الخضروات. يعني هي الرابطه نفسها بتساعد المزارعين في التسويق وجمع المحاصيل. جميل جدا. مشينا الروابط في مصر نقدر نعمل كده، وفي روابط مستخدمي المياه، وانت رئيس رابطه اهو. الله، نتمنى من الله. طب انضم الينا المهندس ابراهيم بلح سريعا، انت مسؤول بقى عن التوجيه المائي في منطقه وسط الدلتا، نقدر نعمل كده؟ ومساله التكنولوجيا عايزين كمان نطور التكنولوجيات لتطوير الري. طبعا الوزاره مهتمه اهتمام كبير باستخدام تقنيات حديثه في تطوير الري وتحديد الاحتياجات المائيه للمحاصيل كلها عشان نحافظ على نقطه المياه ونحسن استخدامنا، وفي نفس الوقت برضه عشان نقدر نحدد الكميات المطلوبه للزرع كلها حسب احتياج النبات. وطبعا مهم جدا ان الروابط بتحتاج انها تعاون معانا مع الوزاره في التزام بالمساحات الاخرى لزراعه الرز، وانها تحاول تحافظ على الشارع من التلوث والقمامه اللي تجري فيها، عشان ده بيحسن حاله الري على وسط المياه نهايه الشارع. يعني لو كل القرى تعمل المجهود ده، بس طبعا المحليات تساعد في جمع القمامه ايضا، الري هيتحسن في مصر. لكن طبعا الحفاظ على نقطه الميه يا حاج. طبعا اكيد نقطه ميه تساوي حياه. يعني يا حاج حامد، اداره ميه بس. حاج حامد سامعني يا حاج حامد؟ رفع الوعي. نعمل ايه؟ نعمل احنا كلنا سواء فلاحين او غير فلاحين. المفروض احنا بنحافظ على المجاري المائيه، ما نرميش فيها اي قمامه، نساعد الدوله في تطوير المجرى المائي، نجيب المعدات اللي عندنا كلها نطوعها لخدمه الفلاح،
جميل. نسوي الارض بالليزر نوفر كميه الميه. يا حاج حامد ما نغاليش في زراعه الرز، لان في زراعات ثانيه دلوقتي بتعمل نفس تجيب نفس الفلوس اللي تجيبها الرز. جميل. حاج حامد، حاج حامد سامعني يا حاج حامد؟ ايوه يا فندم. الحاج حامد الجزار، بما ان حضرتك رئيس لإحدى الروابط اللي بتهتم بالفلاح المصري، حضرتك الفلاح المصري في الفترة الأخيرة كان بيزرع بعض الزراعات اللي بتاخد كثير من المياه زي زراعة الأرز، واخد بال حضرتك، في حين أن المحصول بيبقى زيادة أو بكميات زيادة. طيب دور الرابطة هنا إيه في ترشيد العملية؟ إنكم المفروض بتقعدوا مع الفلاحين وبترشدوهم إيه الزراعات المفروض يعملوها عند كل موسم زراعي، دوركم إيه يا فندم؟ إحنا بنوعي، إحنا بنوعي الناس وبنقول المناطق كميات الرز اللي تزرع كميات كبيرة وبتاخد كميات مية كبيرة، وأنا لسه لحضرتك قبل حضرتك بالضبط كده. بالضبط. إحنا بدأنا دلوقتي نزرعوا الخضروات زي البسله مثلا اللي بتزرع قبل الذره، او البسله اللي بتزرع قروتين، بتجيب محصول اكثر من محصول الرز او دخل اكثر من دخل الرز. ايوه. وبتقلل كميه الميه. بنتكلم برضو في ان احنا بنعمل حملات توعيه في مراكز الشباب اللي هي موجوده داخل القرى وفي الجامعات الزراعيه. بحيث انه ما يبقاش فيه مخالفه لكميه المساحه المقرره للرز. نعم. احنا معانا يعني احد الفلاحين اللي فعلا توقف عن زراعه الرز. بتزرع ايه يا حاج؟ نتعرف عليك. انا كده زعمان بالنور، زرعت بسله وعلى الافراد، زرعت بسله وبعد البسله زرعت بصل. ومبسوط يعني الموضوع ده كويس؟ كويس الحمد لله. طب يا مي اساليه ايه توقف عن زراعه الارز؟ ما هو ايوه، ما هو انت ايه اللي اقنعك تتوقف بقى عن زراعه الارز؟ لان ده بيجيب لي مكسب احسن من الارز. يعني العائد المادي اقل من الرز شويه. واللي هو عضو مسؤول، هو عضو في الرابطه، ففاهم دوره ايه يعني. ده دوره دور من الادوار اعضاء الرابطه اللي يفهموا الناس اللي ما يغلوش زراعه الرز. انه كمان ما يزرعوا في مناطق كمان محدده، ما يبقاش في مخالفات. يعني لو في مناطق زرع فيها رز هتبقى مخالفه. لو في ناس زرعت رز غير الدوره بيبقى مخالف. انا عايز اقول لكم الحاج بقى زعلان مننا، بيقول يا اهل البندر انا زعلان منكم. بطار انا مش عارفه زعلان ليه، انت زعلان ليه بقى؟ مش عايزين حد يزعل في رمضان. زعلان لان بشوف جماعه في البندر كلك بيغسلوا العربيات بالميه وبقدروا الميه للفلاح، وعايزين الميه للفلاحيه. عايزين الميه، كل نقطه ميه احنا محتاجينها، عشان يعني كل نقطه ميه معناها غذاء، معناها تحقيق امن الغذائي. طب بتحلم بايه بقى؟ بعلم عذر الراي متطور. زي متطور، زي متطور، زي العالم اللي بنشوفه. زي كده الاجهزه اللي في اليابان. ان شاء الله ان شاء الله نتوصل التكنولوجيا دي، وزي ما قال الاستاذ ابراهيم امبارح، يعني يا رب التكنولوجيا دي تبقى موجوده وتساعد الفلاحين. ان شاء الله. كمان احد الفلاحين بسرعه، بتحلم بايه؟ بحلم بكل حاجه، من زي متطور وكل حاجه حلوه ونظيفه وزراعه حلوه وكل حاجه. طيب يا وفريده بقى اللي قادت العمل الاهلي وحملة النظافة، بتحلمي بيها فريدة؟ يعني بحلم ان بلدي ما تقارنش باي بلد في النظافة، وما يقولوش ان مستوى النظافة في اي بلد تانية اعلى من مصر. بالعكس، لان احنا عندنا همة ونشاط وافكار جميلة جدا، ممكن نستخدم اي ادوات احنا ننظف بيها بلدنا بسهولة جدا ومش مكلفة جدا. والحاج بقى حامد رئيس الرابطة، حلمك ان شاء الله الاله لكي يرين نرجع كمية الارض الموجودة كلها باقل كمية مية. وبنحلم ان شاء الله يكون عندنا ري مطور زي اللي موجود في اليابان او احسن منه كمان. ده هيسهل كتير قوي على الفلاح وهيوفر كتير قوي على الدوله. يعني هيوفر لنا ميه على الاقل. واضح ان الكل معمول بقضيه الميه المغربيه الجميله دي. بقى هتفكرونا ايه يا جماعه؟ ايه الغربيه اشهر حاجه فيها ايه؟ احلى حاجه القعده هنا في الارض وبين الاشجار ومع الفلاحين، فلاحين مصر الوصلاء اللي بيكافحوا من الفجريه كلهم الحقيقه، بيقولوا بتكافحوا من الفجر. والله من الفجر في القطار، والله من الفجر في القطار. احنا ما بننامش عشان بندور على لقمه العيش. ايوه. المكان بدا يدور من دلوقتي وداخل الفطار، يعني عايزين فيه ري ليلي عشان يستهلك كميه الماء اللي موجوده، بدل بتقلل في كميه الماء في الاراضي. ان شاء الله بحييكم اهالي شبرا بلوله، القريه الجميله، وفلاحين مصر، الفلاح المصري الاصيل اللي بيخاف على ارضه وبيخاف على الميه. وان شاء الله الرساله وصلت لنا جميعا،
نقطة المية يا جماعة نحافظ عليها، هي أغلى حاجة. وهو عايز يكمل يقول كمل. أغلى حاجة عندنا، بس بنطالب جماعة بتوع البندر يوفروا غسيل العربيات شوية. خلاص حكاية غسيل العربيات دي يا جماعة وإهدار المية في الشوارع مزرعة، يعني هي مزعلة الفلاحين اللي محتاجين نقطة مية. إحنا كلنا محتاجين نقطة المية دي، لازم نفكر ألف مرة قبل ما نهدر قطرة واحدة. ان شاء الله يا مي، ان شاء الله. احنا بنشكرك وبنشكر ضيوفك جميعا، وكل سنه وانتم طيبين، وبنتمنى لك ان شاء الله فطار سعيد معاهم. شكرا. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا بكره على خير، وان شاء الله ارض مصر بخير وكل اهل مصر بخير يا رب. كل يوم قبل المدفع مع مي الشفاه.